بيكم اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجنا ازاي تدرب كلبك. الحلقه دي هنتكلم عن عادات سيئه في الكلب. الحلقه دي مهمه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. الكلب بتاعنا لو بيعض، لو جاره صغير وبيعض جامد، لو كلب خمول جدا وكسول جدا ما بيتحركش من مكانه، لو الكلب اكتيف ونشط وكل ما ندخل عليه بيقعد يتجنن ويكسر في الدنيا بتاعتنا كلها، ولو الكلب اصلا اكتيف بس لما يجي تدخل له عشان تقعد معاه اي حاجه او حد صاحبك جاي لك يقعد ينط عليه وبتاع، كل دي مشاكل احنا بنواجهها وطلبت مننا كتير في كومنتات. فاحنا الحلقه ديت لبينا الطلبات بتاعتكم ونفذناها لكم تمام، وهنبتدي ان احنا نتعلم مع بعض ازاي نحل المشاكل ديت. اي كلب فيه المشاكل ديت، ده مش كلبك انت لوحدك، الكلاب كلها فيها المشاكل دي تمام. احنا معانا بيلا كان فيها المشاكل دي. بيلا كانت اكتف جدا وكانت بتعض بغباء، وكان معانا رعد الكلب الجيرمان اللي شفتوه المره اللي فاتت اللي كان معانا في التدريبات اصلا كلها. ده كان كسول جدا ولا بيعض ولا بيعمل اي حاجه خالص، دلوقتي بقى اكتف وبقى نشيط وهيتحرك وحلينا المشاكل ديت، بس هنوريكم حليناها ازاي تمام. المره دي الكلاب متعلمين مش زي كل مره، بس هنبتدي نعرفكم الكلب بيعمل ايه. انتوا اوريدي عارفين الكلب بيعمل معاكم، فاحنا هنبتدي نحل المشكله دي على طول تمام. بيلا كانت معانا كانت بتعض اي حاجه قدامها بيلا بتعضها. كنت لو عملت لها ايدي كده بتروح عض ايدي جامد، بص هي لسه بتعضها زي ما هي، بس بتسيب على طول بتعض بالراحه تمام. هنبتدي نعمل ايه بيلا؟ هنبتدي نعمل ايه؟ بص هي لو هي بتعض زي كده اهوت، هنروح قايل لها مثلا اوتش او ليت جو او سيب بس كده بصوت عالي وعنيف. هو الكلب هيبتدي اللي هو ايه ده انت بتزعق، فهيبتدي بقى اللي هو يركز كده بتزعق ويبص لك، فهو اول ما يبص لك هتروح قايل له جود بوي وتروح مكافئه تمام. مره مع مره هيتغير خالص وهيبتدي اللي هو يقلل الموضوع العض ده بالنسبه له تمام. بيلا عشان كانت جروايه ما خدتش في الموضوع ده 5 ايام بالظبط، كل يوم كده انا قاعد بلعب معاها عادي بره الدروس بتاعتها اصلا وبره اي تعليم هي كانت بتتعلمه. كنت كل ما تيجي تعضني بروح قايل لها ليت جو كده، فابتدت اللي هي بقى خلاص دلوقتي بتعض بالراحه كهزار بقى، مش عض بقى جامد اللي كانت بتعضه في الاول، عايزه تقطع ايدك بقى بتاع، عايزه معتبره ايدك عضاضه من الاخر. فدي مشكله العض تمام. دي هتحلها مع الكلب بسهوله جدا، هتسيب الكلب يعض ايدك عادي تمام، انت قاعد معاه عادي تلعب، هو طبيعته لما بيجي يلعب معاك بيبتدي يعض ايدك تمام زي كده اهو، هيبتدي يعض كده ليت جو وهو هيسيب، فهتديله المكافاه بتاعته على طول تمام، وتبتدي بقى تطبطب عليه وتبين له اللي هو انت كل ما تسيب كل ما هكافئك مكافاه كويسه جدا تمام. هنيجي بقى لمشكله الكلب الاكتيف ومشكله الكلب الكسول. الاثنين دول عكس بعض جدا بس الحل بتاعهم واحد. ازاي؟ الكلب الاكتيف عنده طاقه زياده، الكلب الكسول ما عندوش طاقه اصلا. فهنبتدي اللي احنا الكلب الاكتيف هنبتدي نحركه، الكلب الاكتيف هنبتدي نحركه والكلب الكسول هنبتدي نحركه برضه تمام. ازاي؟ الكلب الكسول عايزين نديله الطاقه بتاعته، هو اصلا كسول ما بيتحركش، فنعوده على الحركه، نعوده اللي جسمه يبقى نشيط وبتاع. فاحنا كنا اتكلمنا على المشكله دي كده بشكل جانبي مع رعد لان احنا كنا واجهناها معاه، كان كسول جدا. فهنبتدي ان احنا نتكلم على الموضوع دوت معاه بقى بشكل واضح اكبر وبشكل بقى خلاص رئيسي، لان في ناس طلبته مننا كتير. المهم هنبتدي ان احنا الكلب الكسول والكلب الاكتف هنبتدي نحركهم بسرعه جدا. بتختلف طبعا من فصائل، يعني الكلب مثلا لو جيرمان هاسكي الكلاب اللي هي بتاعت اللعب ديت تمام، بتاعت اللعب حراسه اقصد، يعني مش الفصائل القصيره او الصغيره زي بيلا وكده، دي اللي هي عايزه تاخد يعني طاقه زياده، هي عايزه انت مثلا الكلب ده تحركه ساعتين من ساعتين لثلاثه في اليوم على قد ما تقدر، لو اكتر من كده تمام. ده الكلب الاكتيف والكلب الكسول في نفس الوقت، المشكلتين احنا بنحلهم مع بعض، المشكلتين حلهم واحد تمام. لو حاجه كده زي بيلا تمام، بيلا اكتيف جدا، فبيلا حلها اللي احنا بنخليها تلعب كتير، بنجريها كتير، بنحركها كتير تمام. هي مع الوقت هتلاقيها خلاص فضت الطاقه اللي عندها، فمش عايزه تلعب، مش عايزه تهزر، عادي بقى خلاص بقى الموضوع بالنسبه لها هادي جدا تمام. الكلب اللي بيعمل جامب او اللي بيجامب على اي حد جاي لنا، اي حد من صحابنا، انت لو دخلت له مثلا اول مره في اليوم بقالك كتير ما دخلتلوش، جيت من الشغل دخلت له عايز تلعبه او عايز تقعد معاه، عايز تقعد في الاوضه اصلا وخلاص، فهو بيبتدي بقى اللي هو يعمل جامب عليك ويبتدي ينط عليك بقى وبتاع، فطبعا بيبهدل الدنيا. ممكن انت لو انت مش واخد بالك او مديله ظهرك ممكن يوقعك على حاجه، ممكن يضرك انت، يضر طفل صغير برضه عندنا في البيت. هو الكلب عايز يلعب بس هو ما يعرفش اللي هو
جسمه قوي او انا مش واخد بالي اللي هو هيعمل جامب عليا، فبالتالي بيضايقني بيوقعني بيكسر حاجه بيعمل جامب عليا، فانا فديته فراح حاوط في اي حاجه راح موقعها. كل دي مشاكل تمام من نقطه الجامب. الجامب بنعتبره برده طاقه زياده، تمام؟ هنحله مع حلول طاقه زياده. هنبتدي ان احنا نحرك الكلب اكتر، ماشي؟ هنبتدي ان الكلب اول ما يجي جامب لا هنروح مزعقين له ونهديه نوم ونروح مقعدينه على الارض. اول ما يقعد وساكت هنبتدي ان احنا نكافئه، تمام؟ لو حد من صحابنا جه ما نخلوش يلعب مع الكلب. الكلب لو خد على كل صحابنا طبعا تبقى مشكله، وبعدين دي مشكله اصلا كبيره جدا في الحراسه كمان قدام. بس احنا لازم نتكلم على كلب قاعد في البيت لو بينط زي بيلا كده. بيلا مش عارف عايزه ايه مع الكاميرا، هي الفلاش شغاله شويه. فلو حد من صحابنا جه مش عايزين ان احنا نخليه يقعد يلعب مع الكلب، الكلب ما ينفعش ياخد عليه، لان بعد كده اول ما هيجي هيبتدي ينط عليه، لان هو مش بيسيبه بقاله فتره. هو الكلب عايز يلعب معاه، حبه، عايز يحضنه. بيلا بيلا جود جيرل. فنبتدي في حاجه. معلش كان في حاجه في الكاميرا بس نظبطها. هنرجع تاني لموضوعنا، ان الكلب اللي بيعمل جامب ده بيضايقنا جامد جدا. هنبتدي الكلب اول ما يعمل جامب هنبتدي نعنفه، لا نو بس كده. وهنبتدي ان احنا نثبته مكانه ونديله مكافاه اللي هو ثابت مكانه. لما ندخل نتجاهل الكلب تماما، لما حد من صحابنا يجي نخليه يتجاهل الكلب تماما، ما يبتديش اللي هو يحذر معاه او يلعب معاه. هنبتدي بينا دلوقتي عندها مشكله في النط، مش عارف هي كانت لها جديد، فاحنا هنبتدي نعالجها مع بعضينا كده بالصدفه، تمام؟ لما نشوف هي عايزه ايه اصلا الاول. Good girl. Yes. تمام. هي بيلا ذكيه شويه، فشفته هو بس مجرد ست هي قعدت. الفكره عندها اللي هي كانت بتنط، مش عارف هي بتنط على ايه عامه. بس انت اول ما باين لها اللي انت متضايق من الوضع ده، هي عشان بتحبك اصلا هتنفذ على طول من غير ما تبتدي بقى انت تعنف او بتاع. فالفكره في الكلب الكبير او الكلب اللي مش فاهم حاجه زي كده، تمام؟ هنبتدي ان احنا نقول له لا ما تعملش جامب كده بالطريقه بقى اللي هو بيفهمها الكلب، اللي احنا هنثبت الكلب مكانه، مش هنهزر معاه. اول ما نيجي من الشغل او نيجي من بره ما نبتديش نهزر مع الكلب، لا نخلي الكلب قاعد مكانه. بيلا هنبتدي نخلي الكلب قاعد مكانه، مش هنهزر معاه وكده. اول لو دخلنا ولقينا الكلب بيعمل جامب علينا، هننزل الكلب مكانه ونثبته مكانه، مش هنخليه يهزر. وهنبتدي ان احنا اصلا نبقى هاديين معاه عشان ما نحركش الكلب. سواء نجيب بيلا بنلعب ايه؟ قد طب روح العب. هنبتدي ان احنا لو عندنا كلب من حد من صحابنا، يعني المشكله دي احنا حليناها، حلينا مشكله بيلا ومشكله رعد، الاثنين حليناهم بحل واحد، احنا سيبنا بيلا مع رعد. بس هما الاثنين دلوقتي بيحبوا يلعبوا مع بعض خالص. رعد ده كان بينام على طول، يعني ما بيتحركش من مكانه. بيلا ما كانتش بتسكت خالص، تمام؟ دلوقتي بيلا ورعد الاثنين، بيلا بقت هاديه ورعد بقى اكتف. وده اللي احنا عايزينه، ان رعد بقى كان كسول جدا وبيلا كانت اكتف جدا، تمام؟ بيلا من كتر اللعب مع رعد بقت هاديه خلاص، طلعت الطاقه اللي جواها، ورعد اكتسب طاقه منها اللي هو بقى بيتحرك كتير. فاحنا بنقول لكم لو حد من صحابه عنده كلب اكتف، كلب بيتحرك، استغلوا الموقف دوت جدا، وابتدوا ودوا الكلب بتاعكم عند صاحبكم، تمام؟ وسيبوه معاه شويه، اقعدوا عند صاحبكم فتره اكبر، ابتدوا اللي انتوا استغلوا الموقف دوت. صاحبكم اصلا هيكون يعني مستفيد من الحاجه ديت، اللي هو طلع الطاقه اللي عند الكلب. وانتوا لو الكلب بتاعكم كسول او العكس برضه هتكتسبوا طاقه، ولو الكلب بتاعكم اكتف هتطلع الطاقه اللي عنده. فانت في كل الحالات انت مستفيد، تمام؟ كمان نبعدهم عن بعض بس ان هم ابتدوا يتنفذوا. تعالي بلا ايه نو نو بلا دي ميزه البيت بول، جوه صغنن وتقدر تشيله، تمام؟ هي لسه جواها صغيره عشان كده سايباني. طبعا رعد هيتجنن عليها. رعد ده اول يوم جبته فيه كان مشكله، يعني كان نايم على طول، كان مستحيل اللي هو يقوم ويعمل اي حاجه من اللي هو بيعملها ديت، تمام؟ مش تنزلي. فاحنا حلينا معاكم المشاكل دي، تمام؟ اي مشاكل ثانيه بتواجهكم قولوا لنا هنا في الكومنتات، وهنبتدي اللي احنا برضه نحلها معاكم. بس هنجمع كام مشكله كده على بعضيهم ونحلها مع بعض. احنا في كام حاجه كده عايزين نقولها في اخر الفيديو، تابعونا اول باول، تمام؟ اعملوا اشتراك في القناه عشان تستفيدوا منهم، تستفيدوا من الفيديوهات اللي موجوده عليها، تابعوا الفيديوهات،
نفذوا لو ما عندكوش كلاب خدوا خلفيه تمام عنهم. في برضه اعتذار عايزين نوجهه للناس اللي كلمتنا، في حد كلمنا من المنصوره وحد كلمنا من دمنهور تقريبا، فمعلش احنا مش هنقدر والله اللي احنا يعني المسافه دي هتبقى مجهده بالنسبه لنا جدا ان احنا نروح ونيجي كل يوم. فانت لو قدرت تجيب الكلب عندنا احنا ممكن ندربه عندنا، لكن المشكله ان احنا لو جينا ورحنا كل يوم هناخد وقت كبير جدا، وهنبتدي نقصر مع الكلاب اللي موجوده معانا، وهنبتدي ان احنا الموضوع هيبقى مجهد جدا بالنسبه لنا. فاحنا بنعتذر على حاجه زي كده، لو كان من القاهره والجيزه والله ما كناش اتاخرنا عليكم تمام. واي استفسار برضو هتلاقوا، هنعمل لكم صفحه وهتلاقوا اللينك بتاعها موجود في الوصف بتاع الفيديو، انزلوا دلوقتي خدوا اللينك وسيبوا الصفحه عندكم واعملوا لها لايك. واي استفسار عايزين تبعتوه ابعتوا الاستفسار بتاعكم كامل. يعني مثلا انا دلوقتي عندي مشكله في الكلب اللي هو بيقعد وكان ما بياكلش كويس والكلب اكتف جدا، فما تبعتش كل حاجه منهم لوحدها، ابعت المشاكل كلها على بعضها في رساله او في كومنت. هتلاقوا الفيديوهات وهتلاقوا بوستات هنزل لكم حاجات كتير قوي مفيده على الصفحه. ابعتوا المشاكل كلها مره واحده تمام، عشان نبتدي نرد عليكم مره واحده، ان صعب جدا بلاقي ناس كتير بتبتدي تقول لنا ان الكلب بتاعي بيعض، نرد عليه هنعمل لكم حلقه على ده. طب والكلب بتاعي ما بياكلش كويس، هنبتدي نرد عليه، فاحنا نبتدي نظلم ناس ثانيه اللي احنا مش قادرين نرد على الناس كلها تمام. ابعتوا لنا الاستفسار بتاعكم كل مره واحده في رساله واحده او في كومنت واحد، وهنرد عليكم في كل المشاكل اللي في الكومنت مهما كانت عددها. بس معلش احنا هنتاخر عليكم شويه عشان في ضغط والله فعلا كبير جدا علينا، مش ملحقين ان احنا نرد عليكم، واحنا بنعمل قدرنا وبنعمل استطاعتنا، فمعلش سامحونا في التقصير دوت تمام. وتابعونا، هنبتدي ننزل لكم حلقات ثانيه كتير، سواء حلقات عن العادات السيئه او العادات الحسنه في الكلب او مميزات الكلاب او ازاي تشتري كلب، حاجات من دي كتير تمام. وهنبتدي برضو نكلمكم على التدريبات، هنبتدي نكملها مع بعضينا بس في فيديو تاني ان شاء الله. اعملوا لنا لايك، وما تنسوش برضو الطلب بتاعكم على سواء على اليوتيوب او على القناه او اي حاجه، هتلاقوا رقم تليفوني برضو موجود في الشرح. اي استفسارات انا اسمي احمد عاطف، كلموني اي استفسار كلموني فيه تمام. بس فيعني وكتر خيركم لحد كده، وشكرا لكم بجد على يعني على الاكتيفه اللي انتم عاملينها معانا في الفيديوهات واللايكات الكبير كتير جدا بجد، ما كنتش متوقع حاجه زي كده خالص اول ما ابتديت. والكومنتات بتاعتكم اللي بيقول لي انت رائع واللي بيقول لي كل الحاجات دي، يعني الحمد لله انا كنت متوقع انت رائع وانت سيء، بس بجد انا لقيت انت سايق دي قليله جدا، ولقيت انت رائع دي كويسه جدا. عايز افهمكم برضو ان التدريب ده اسلوب، ممكن انا اكون بدرب باسلوب، ممكن يكون حد غيري بيدرب باسلوب، بس انا الشخص اللي انا اتعلمت منه حاجه زي كده هو اولا شخص مش مصري، هو شخص اجنبي، اتعلمت منه وهو شخص يعني عايز اقول لكم اللي هو ناجح الى ابعد الحدود تمام. فالتدريب ده اسلوب، انا ممكن اكون بدرب بحاجه غيري ما بيدربش بيها، بس انا نجحت وغيري نجح، ده مش معناه ان انا غلط او هو غلط، طالما احنا الاثنين نجحنا فاحنا الاثنين صح تمام. اهم حاجه انت تكون مستريح نفسيا مع اللي انت بتتعلم منه عشان تبتدي تتقبل منه كل حاجه. وخليك على يقين ان احنا هنلم كل حاجه انت عايز تعرفها عن الكلب، لان كل حاجه المشاكل دي واجهتنا احنا تمام، فاحنا هنلمها وهنقولها لكم في الفيديوهات الجايه، بس انتوا تابعونا تمام. السلام عليكم.